السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله درسنا راح يكون عن المتتالية الهندسية. المتتالية الهندسية شلون نعرفها؟ كل حد ينتج عن الحد الذي قبله، إما بيضربه بعدد أو قسمته على ذلك أو قسمته على عدد آخر. يعني كمتتالية هندسية مثلا عندي 2 4 8 16 32 الى اخره. وبالتالي فاذا هو كل حد ينتج عن الحد الذي قبله بضربه بالعدد 2. نسمي العدد 2 باساس المتتالي، نسمي العدد 2 باساس المتتالي. له بكون عرفنا المتتالي، ونسمي الحد 2 يدعى بالحد الاول، اما A1 يساوي 2 او U1 يساوي 2. بالخطوة اللي بعدها عندي المتتالية الهندسية فيها كتير قانون مهم. 2 4 6 عفوا 8 16 الى اخر. يعني كل حد هو وسط حسابي للحد الذي قبله والحد الذي بعده. هو وسط حسابي للحد الذي قبله والحد الذي بعده. مثلا شلون يعني؟ يعني انا اذا قلت 2 ضرب 8 يساوي 16، هذا يؤدي جذر ال 16 ايش يساوي؟ 4، يعني اعطاني الحد الاوسط. مثال تطبيق اخر لنفس الخاصه، لو جيت انا قلت 4 ضرب 16 يساوي 64، جذر ال 64 يساوي 8، يعني اعطاني الحد الاوسط. فاذا كل حد هو وسط حسابي للحد الذي قبله والحد ايش؟ الذي بعده. هلا الخطوة اللي بعده، هون لو كان أنا بدايتي الحد الصفري، لو كان بدايته الحد الصفري فهذا هو القانون، أما إذا كان بدايته الحد الأول فيصبح القانون بشكل UN يساوي U1 في QN ناقص 1. Q هو الأساس، U1 هو الحد الأول. هذا بنسميه الحد العام للمتتالي. هلا مثلا لو جيت أنا طلبت الحد رقم 16 من هذه المتتالية، فبقول يو 16 الحد الاول شو قيمته؟ 2 ضرب الاساس هو 2 في 16 ناقص 1، يعني 2 ضرب 2 اس 15، طبعا ضرب القوى جمع الاسس يساوي 2 اس 16. هذا هو الحد رقم 16. فاذا انا ايش وقت ما تعود في الحد العام عندي حالتين، اما راح يكون عندي الحد الصفري او الحد الاول، ولكن في اغلب الاحيان يعطى الحد الاول وليس الحد الصفري. الخطوه اللي بعدها او القانون اللي بعده، مجموع الحدود في المتتالي الهندسيه. مجموع الحدود في المتتالي الهندسيه SN يساوي اول شيء U1 1 ناقص كيو اس ان ناقص 1 على 1 ناقص كيو. لو جيت انا طلبت منك مجموع في هذه المتتالية 2 4 6 8 16 وانت رايح، لو طلبت منك مجموع 90 حد، فايش بتقول؟ بتقول الحد الاول 2 في 1 ناقص 2 اللي هو الاساس، 90 ناقص 1 89 على 1 ناقص الاساس اللي هو 2 يساوي 2 في 1 ناقص 2 كيو اس 89 على 1 ناقص 2، يعني راح تصير 2 اس 89 ناقص 1 طبعا مضروبه في 2. هذا هو مجموع 90 حد من المتتاليه الهندسيه. هذا كل ما يتعلق بالمتتالية الهندسية. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.